أذن الصلاة على النبي، أذن الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأستاذ مهدي أبو ديب غني عن التعريف والدراس بأهلها بجيرانها بشبابها بشيوخها، تستضيفه وترحب، لأنه الشخص الذي ناضل من أجلنا، وهذا أقل حق نعطيه للأستاذ مهدي أبو ديب. وشكرا. لتعلم جيدا ويعلم الأخوة كلهم أن هذه الأرض لم ترحب إلا بالأحرار أمثالكم، ولم ترحب يوما إلا بأصحاب المبادئ، فنحن كلنا ترحيب وفخر واعتزاز بكم، لأنكم أصحاب مبدأ، وأصحاب المبدأ نضعهم على رؤوسنا. فبكل فخر واعتزاز نرحب بك في أرض الدراز الحبيبة، ودمتم سالمين، وأبعد الله عنكم كل سوء ومكروه. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أستاذنا العزيز أستاذ مهدي، لقاء انتظرناه كثيرا كثيرا كثيرا. معلمين البحرين كلهم يتذكرون مواقفك الكبيرة. شخصيا أتذكر كل المحافل التي كان فيها مهدي أبو ديب واقفا للدفاع عن حقوق المعلمين، صلبا يحاول دائما أن يقف مع هذه الشريحة التي يقع على عاتقها نماء هذا الوطن. باسمي وباسم كل المعلمين نرحب فيك في قريتك، ونتمنى أن نلتقي بأبو ديب كما كان سابقا، وهو مدافع عن حقوق المعلمين، وهو يضع مصلحة التعليم في البحرين كأولوية في حياته. شكرا لك أستاذ، ويعطيك ألف عافية. أريدك أن تصف باقة الورد ثلاث صفات. أوه، هذه ورطة، هذا مو سؤال. ثلاث صفات. انظر إلى الورد. الورد اللي مقدمينه الجماعة يتكون من عدة ألوان، وكلها تشترك في كونها من الورد الذي نطلق عليه المحمدي. والخضرة تحيط بالورود الموجودة في هذه الباقة الجميلة، وبالتالي أعتقد بأن هذه الباقة تمثل الالتفاف والتعاضد والتعاون والتآخي بين شتى القوى السياسية والمجتمعية الموجودة على ساحة البحرين، وهذا ما أأمل أن تكونوا قد رمستوا إليه. الذي أطلق سراحه حديثاً وبعد 5 سنوات من السجن في سجون الظلم والظلام، كان رمزا للصمود ورمزا للإباء ورمزا لكل معلم ومعلمة، ورمز لهذا الشعب العظيم الذي ثار مطالبا بحقوقه. الأستاذ طبعا غني عن التعريف، ناضل كثيرا وتحمل كثيرا كما ذكرت له، تعدب كثيرا من أجل أن ينال هذا الشعب حريته. طبعا خرج من السجن ولا زال مصرا على تحقيق المطالب، أو في مقدمتها
أن تعود جمعية المعلمين إلى الحياة بعدما جمدت، وكما حصل جمعيات كثيرة مثل جمعيات الأطباء وجمعيات المحامين، في يوم من الأيام جمعية حقوق الإنسان أو جمعية البحرين لحقوق الإنسان في فترة من الزمن. وطبعا عودة جمعية المعلمين إلى الحياة مطلب، أصبح مطلب من المطالب التي يجب أن يصرون عليها وأن يعملون جاهدين من أجل أن تعود لنشاطها السابق. نهنئ ونبارك إلى أستاذنا العزيز الأستاذ مهدي، تاج على رأسنا جميعا إن شاء الله، وباسمي وباسم عائلة السنجيس نرحب بك أستاذي ونزف أسماء آيات التهاني والتبريكات، والعائلة الكريمة كلهم يشكرون ويباركون لك السلامة إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق في إن شاء الله الحياة، ونتمنى أن نشوف الجمعية إن شاء الله واقفة على رجليها أكثر مما كانت سابقا، وأبنائنا إن شاء الله المدرسين بيكونون دعما لكم وسندا إن شاء الله. في أمان الله. حياكم الله.